إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله هو عبارة عن بوابة الإلكترونية الخاصة بالمقبلين للترشيح لمباريات اتصالات المغرب. فكيف كتعرفوا دائما أي مباراة فعندها بوابة إلكترونية خاصة من أجل ملء البيانات والشواهد وكذلك جميع الأسئلة المطلوبة. إذا البوابة الإلكترونية هي سهلة، جروب ماروك تيغي تيليكوم. غادي نخليها لكم في بداية صندوق الوصف. فهي كتتعلق مجموعة من البيانات. فأول معلومة نعمروها هي سيفيليتي. هنايا كنكليكيو على هاد لا فليش، كتعطينا مسيو او بيان مدام ولا مادموزيل. لو نو هي سهلة جدا. لو برينو، كاع هادو اللي عندهم نجمة بالأحمر فمجبرين انكم تعمروها، ضروري اننا نعمرو هذه المعلومه. الايميل، وكيف كنوصيو دائما في الايميل او الجيميل يتكتب مضبوط ويكون الانسان عنده ديجا المود باس ديالو باش كيدخل، لانه هو فاش كتجيك الكونفوكاسيون وكتجيك جميع المعلومات المتعلقه بالترشيح ديالك. نيفو ديتود، هنا كدير غير هاد لا فليش بوغ شوازيغ لو نيفو ديالك. BTS، DUT، ليسونس، باشلور، ميتريز، ماستر سبيسياليزي، DEA، DESS، ديبلوم دانجينيور، وغادي هنايا كاين حتى الدكتوراه. اوتر، الا كان عندك شي ديبلوم كتكليكي على اوتر وكتملئو بيان سو كتعمرو. الوغ ديبلوم دو كومبيتونس، هنايا كتعمر ديبلوم دو كومبيتونس. السي في ديالك، هنايا السي في كتسكانيه كتحطو في البيرو ديالك، وهنا كتجي دير باركوغيغ وتصيفطو اون بيس جوانت. لتر دو موتيفاسيون، لتر دو موتيفاسيون راني داير موضوع عليها، ديرو غير لتر دو موتيفاسيون وغيخرجو لكم فيديوهات متعلقة برسالة تحفيزية. هنايا هاد لي لتر وهاد لي شيفخ كنكتبوهم كيف دايرين هما باش يعرفوا بانه انسان اللي تيعمر هاد البيانات، سي با ان روبو. هنايا كتخرج ليا U8 4 L2، لي ماجيسكول نكتبها ماجيسكول ولي مينيسكول نعرفها نكتبها مينيسكول. الشباب والطلبه كيعرفوا هاد المعلومات. وكندير هنايا اونفواي، صافي هنا مشات البيانات ديالك والدوموند ديالك، لا دوموند اي تي اونفواي. فكتبقى دائما كتشيكي لا بواط ايميل ديالك باش تعرف واش توصلتي بالقبول او الرفض. كنتمنى لكم القبول ان شاء الله. فالبوابه غنخليها لكم في صندوق الوصف، ودائما تكونوا تعمروا البيانات نعمرهم بدقه. الهاتف يكون مضبوط، الايميل مضبوط، اللي حداها نجمه بالاحمر نكتبها نعمر البيانات ديالها. البوابه هي جروب تيغي دو سيس ماروك، تيغي دو سيس تيليكوم. غنخليها لكم في بداية صندوق الوصف. كنتمنى لكم حظ موفق، وكنوعدكم بكل ما هو جديد في مجال التعليم وفي مجال التوظيف. ما تنساوش شجعوني بلايك وبارتاجيو، هادشي كله مفيد لنا ولكم والأولاد ديالنا. حظ موفق للجميع.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.